احتفل في كنيسة القيامة بيوم سبت النور وفيض النور المقدس من قبر السيد المسيح، حيث تتبارك به جموع المؤمنين ويتم إرساله إلى مختلف الكنائس في العديد من دول العالم. وفي الأردن وعبر جسر الملك حسين استقبل سيادة المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا شعلة النور المقدس في مطرانية الروم الأرثوذكس بحضور عدد من الآباء الكهنة وفرسان القبر المقدس، حيث توجه سيادته حاملاً الشعلة إلى كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في صويفية بعمان. وكان في استقبال الموكب جموع غفيرة من المؤمنين وسط مشاركة من مجموعات كشفية وفرق شبيبات مختلفة وجوقات ترانيم وتواجد لكافة الأجهزة الأمنية التي قامت بتنظيم وتسهيل عملية الاستقبال للنور المقدس. وتوجه الموكب إلى داخل الكنيسة لنيل بركة النور المقدس وإضاءة الشموع وتوزيعها على مختلف الكنائس في المملكة. وبعد الاحتفال الشعبي ونيل بركة النور المقدس انطلق ولأول مرة موكب كنسي يترأسه المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا، يرافقه لفيف من الآباء الكهنة وفريق نورسات الأردن إلى مطار الملكة علياء الدولي، حيث كان في استقبال الموكب وفد رسمي قادم من لبنان يترأسه الأب نكتاريوس خير الله، ترافقه جوقة ترانيم بيزنطية علت بأصوات مرنمة المسيح قام من بين الأموات. قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. وقبل وداع الوفد إلى لبنان هنأ سيادة المتروبوليت فينيديكتوس الجميع بعيد القيامة مشيدا بالمحبة التي تجمعنا والتي تجسدت على الصليب، حيث فدانا السيد المسيح من أجل خلاص البشرية. كما قدم سيادته شكرا خاصا لنورسات على الرسالة التي تحملها في نشر معاني المحبة والسلام والطلاق وإظهار النموذج الأردني في العيش والتآخي الديني المشترك، وتجسد واقعاً لرسالة المحبة في كل العالم. شكراً كثير من سيدنا باترا كمان من كل مسيحية في الأردن مشان بباقي المسيحية من نورسات، ومدام بسمة كمان دغري دائماً بكون من كل احتفالات موجودين وبباقي الكنيسة الأرثوذكسية، وأنا بشوفه دائماً بيروت كل الدير كل مسيحية كمان. ومن جهته عبر الأب نكتاريوس خير الله عن فرحه باستلام شعلة النور المقدس ونقلها إلى بيروت، شاكرا الأردن شعبا وقيادة وكافة الأجهزة الأمنية على كل الجهود التي بذلت لإيصال الشعلة المقدسة إلى المؤمنين في بيروت. طبعا فرحنا عم بزيد، بقى نشكر الله، نشكر الله بعده ربنا كتر خيره، بعده ربنا عم بيعطينا وبينعم علينا، ويمكن لأنه نحن مش قادرين نستوعب بالفعل حجم قيامته عم يعطينا هالعلامة يلي بنظره هو صغير كتير وبلقلنا كتير كبيرة، تهيك نحن نكون يزداد فرحنا فرحاً.